التوقيت الأفضل تهانينا والناموس، وأنقل الكلمة للزميل بسام الشمري. شكرا للزميل شجاع العتيبي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا إلا فاضل، أحييكم وأجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة باندفاعتي أشواط الأصالة والتراث. انطلاقة الشوط الثامن لفئة الثنايا القعدان والثمانية، هي الثمانية كيلومترات، هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة من أجل التحدي والمنافسة والباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا المساء المميز بأول أيام هذا الموسم الجديد. وسنة جديدة نتمناها للجميع موفقة بعون الله سبحانه وتعالى. ننطلق مع البداية ومع الصدارة مباشرة. يتواجد السراب لهجن المرخية الذي ينطلق مع الصدارة والقيادة. هجن المرخية التابعة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني مالكي مؤسسة هجن المرخية، الذي ينطلق مع الزراب على الصدارة. المركز الثاني مشاهدي الكرام متابع القادم والحاضر غزلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفراني، يتابع غزلان الذي تسلل إلى الصدارة وإلى التحدي. المركز الثاني سراب لهجر المرخية. نتابع المركز الثالث القادم والحاضر، هنا يتقدم سليل لهجر الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يتابع سليل على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدي الكرام مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني ومتعب المضمرين متعب بن عبد الله بن فهدان، يتابع مشهاب على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدي الكرام يصل السيف لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا إلا فاضل للخمس الأسماء الأولى التي تنطلق وتسيطر على زمام الأمور باندفاع الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة من أجل التحدي ومن أجل المنافسة بمشاركة واندفاع هذه الأصائل الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. نرى أسماء خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحن قدومها ووصولها إلى دائرة النداء والإذاعة، تترقب الأمتار الأخيرة لكي تصل إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل ناموس ومن أجل هذا الانتصار. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع المنافسة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، نتابع الأسماء والشعارات الكبيرة المتواجدة من أجل المنافسة ومن أجل الانتصار. ونعود مع الصدارة، حوار ثنائي على الصدارة بين سراب وبين غزيلان يتنافسا على المركز الأول هنا في هذه الانطلاقة المميزة، ولكن غزيلان يحتل الصدارة بهذه اللحظات. وعاد سراب إلى الصدارة وتسرب مباشرة إلى مقدمة الشوط بشعار هجن المرخية المنطلق مع البداية وعلى الصدارة يحافظ سراب على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني غزيلان يتواجد مندفع بهذه المشاركة بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفران، يتابع مشاركة غزيلان الذي يتواصل باندفاع التحدي والمنافسة على مقدمة الشوط. ننتقل مباشرة إلى صاحب المركز الثالث، يتواجد سليل
بشعار هجر الشحانية، والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتابع مشاركة سليل المنطلق على الصدارة الباحث عن التحدي وعن الناموس والانتصار. المركز الرابع يتابع القادم والحاضر هنا يتقدم بهذه اللحظات مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني متعب بن عبد الله بن فهدان المري متابع لمشهاب على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا مستمعينا الافاضل اسم جديد يتدخل في دائرة النداء والاذاعة يتقدم عرقان لسعادة الشيخ احمد بن خليفة بن علي الثاني. اول نداء لعرقان الذي سار وانطلق في موقع التحدي والمنافسة بمسار هذا الشوط. هذه النتيجة مشاهدي الكرام مستمعين الافاضل للخمس المراكز الاولى التي اعلنت وجودها في دائرة النداء والاذاعة وانطلقت مباشرة في موقع التحدي والمنافسة ومشاركة الاسماء والشعارات الكبيرة والخطيرة المتواجدة في هذا التحدي الكبير على ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. الكل حاضر من اجل التحدي ومن اجل المنافسة ومن اجل الظفر بناموس هذا الشوط. نتابع مسار الاسماء، نتابع شعارات واسماء ونجوم حاضرة لها صولات وجولات غادمة هنا رويدا رويدا لإدارة المنافسة والتحدي بمشاركة الاسماء الكبيرة. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة. مقدمة الشوط اغزيلان تسلل وانطلق مباشرة للبداية يغازل الصدارة يغازل الناموس يغازل هذا الانتصار بشعار سعادة الشيخ السعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفران. يتابع ويراقب اغزيلان على الصدارة ويراقب الأسماء المشاركة في هذا التحدي الكبير. المركز الثاني سراب ما زال في صلب المنافسة بالشعار هجر المرخية التابعة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني. سراب يواصل مسيرة الضغط على المقدمة لكي ينتزع ناموس هذا الشوط، بينما المركز الثالث أتابع هجر الشحانية بدأت تقترب مع سليل الحاضر والمنطلق في المرتبة الثالثة برفقة الشبل جابر بن سالم بن فران. المري يتابع عطاءات سليل على المركز الثالث. المركز الرابع وصل مبلش، وصل النجم المميز، وصل الاسطورة الحاضر بانجازاته، بدأ يتحرك بدأ يسير باداء المميز بشعار هجن الشقب القادم بكل قوة. الهادي السعيد بن عبد الهادي الشهواني يراقب ويتابع مبلش على المركز الرابع بإنجازات بهنا تحديات كبيرة والمزيد من النقاط في هذا المساء. المركز الخامس مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني متعب بن عبد الله بن فهدان. المري يتابع مشهاب على المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء المميزة. نتابع مساري هذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع انطلاقة القعدان المتواجدة من اجل ناموس ومن اجل هذا الانتصار في يوم الثنايا التجهيزي ما قبل المهرجان الكبير مهرجان الامير الوالد. الكل يترقب هذا المهرجان الكبير، الكل يجهز من اجل هذا المهرجان المميز. ولكن اعود مع مجريات الشوط، اغزيلان ما زال على الصدارة ينطلق ويسير في هذا التحدي لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفران. ولكن يا بلشتكم من مبلش جاء وسار وطار إلى التحدي كعادته دائما ينطلق في تحديات وانطلاقة هذا الشوط. مبلش الجميع يتسلل بإنجازاته، يتسلل بصولاته الحاضرة في
هذا التحدي الكبير بأدائه المميز مبلش الإنجازات برصيده العديد والعديد من الإنجازات الكبيرة، آخرها خنجر المؤسس، خنجر مهرجان المؤسس مع مبلش الإنجازات الكبيرة حاضر ومنطلق في هذا التحدي الكبير. ها هو مبلش ينطلق بشعار هجن الشقب والهادي سعيد بن عبد الهادي شواني، باحث وطامع بالسوبر هاتريك، حصل على الهاتريك قبل هذا الشوط والآن يريد أن يتوج بالسوبر هاتريك مع مبلش الذي سار وطار وللإنجاز يطير بهذا التحدي الكيلو متر الأخير والخطير، ومبلش على الصدارة. المركز الثاني، أعطوني لقطة على صاحب المركز الثاني غزلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، ولكن لهب لإجل الشحانية بدأ يتسلل في هذا التحدي الكبير. وأيضا هنا اسم جديد يتدخل في دائرة التحدي، عرقان لسعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي الثاني، ولكن نعود مع أحد أساطير هجن الشقب على الصدارة. مبلش 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 يا بلشتكم من مبلش، حاضر ومتواجد وطامع بالكثير والكثير من الإنجازات، السوبر هاتريك مع مبلش وشعار هجن الشقب عرقان على المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود أحمد بن خليفة بن علي الثاني، ولكن مبلش بدون أوامر وبدون تحريكات لا هدوء مع الهادي، فهنا يعصف وينتزع النواميس ويسجل السوبر هاتريك مع هذا التحدي الكبير. تهانينا والف مبروك لمؤسسة هجر الشقب التابعة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى الهادي الذي تميز وأبدع وقدم الأسماء المميزة السعيد بن عبد الهادي الشهواني، هو السعيد في هذا التحدي الكبير. مبلش انتزع ناموس وحقق هذا الانتصار بدون أوامر وبدون تحريكات. تهانينا والناموس لهجن الشقب وإلى الهادي. المركز الثاني عرقان لسعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي الثاني. المركز الثالث النشمي لهجن الشحانية برفقة البرنس جلا بن محمد بن عقيل. المركز الرابع لهب لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع متعب بن عبد الله بن فهيدان. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، هكذا تابعنا التحدي، فكان مبلش حاضرا متوجا بهذا الناموس ومسجلا السوبر هاتريك بشعار هجن الشقب. تهانينا والناموس. 12 دقيقه 58 ثانيه 14 جزء من الثانيه، تهاني والناموس لهجن الشقب والى الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس على فوز مبلش بدون اوامر وبدون تحريكات. المركز الثاني مشاهدي الكرام جاء عرقان لسعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي الثاني. تهانينا على فوز عرقان في المركز الثاني بتوقيت زمني وقدر من مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 4 ثواني 87 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مشاهدي الكرام النشمي لهجن الشحانية برفقة البرنس يلا بن محمد بن عقيل. نهني هجن الشحانية والبرنس على فوز النشمي في المركز الثالث، جاء بتوقيت زمني وقدر مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 8 ثواني 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لل